اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. أنا هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-35-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا أولا وأخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1993 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله، هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1993. العربية عليها شريط بلدها، العربية بحالة ممتازة، العربية فيها طقم جنوب بكاوتش جديد، العربية الموتور وآلات الجر والشاسيه والكورونا بحالة سليمة 90%، العربية مش عايزة جنيه مصروف، العربية مرور كفر الشيخ. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1993. سعر العربية 60,000 جنيه. سعر العربية 60,000 جنيه. قبل ما اقول لحضراتكم على طرق التواصل مع صاحب العربية اللي معانا النهاردة، الفيديو اللي معانا النهاردة بتاريخ الجمعة الموافق 24/9/2021. الفيديو اللي معانا النهاردة بتاريخ الجمعة الموافق 24/9/2021. يعني لو الفيديو مر عليه اكتر من اسبوع، يا ريت حضرتك ما تتصلش بصاحب العربيه، لان غالبا بيكون باع العربيه. للتواصل مع صاحب عربيه شيفروليه دبابه موديل العربيه 1993 هيكون على رقم 010-19-166-024. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-19-16-60-24. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وعربيات مستعملة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.